عندكم لجان مدربين، نعم لجان للدوري، طبعا احنا لجاننا يعني حقيقه هي بس يعني اسماء، يعني ما مفعله لجاننا، يعني حتى اللجان تشتغل. على سبيل المثال انا قبل اكثر من سنتين كانت لجنتي النسويه كلش نشطه، يعني وناخذ قرارات، ندرس اوضاع اللي تصير، نحاول يعني. هم كلهم دكتور يسار كان معايا، دكتور عبد الله من درب الدخان، استاذ بلال مولود هو حاليا عضو اتحاد، وكنت اقدم البيبر لرئيس الاتحاد يعني يباع عليها الشكل ويضمها حتى ما يباع. اجيك على هذه. نعم. راح اشاهد صور. نعم. بس انت كنت بهاي المنظومه النهائي اللي صار. نعم. شاهدنا الاستاذ احمد البحراني. نعم. كاس يكون مختلف بمبلغ يستحق الفائز الاول. اليوم عندنا نوعا ما انديه ملمه بالسله. نعم. وتقاتل على المركز الاول. لكن هل يعقل من كاس احمد البحراني الى كاس بحافظ القاضي؟ لو انا غلطان، يجوز غلطان. لا ما غلطان. فعلا هذا الكاس مال احمد البحراني لو ما تم اعطاء للدفاع الجوي هو من حافظ القاضي. لا يعني هو الكاس يعني محلي، بس كاس محلي. احنا بحقيقه هو موضوع الكاس هو طرحه رئيس الاتحاد كان بقطر، فشايف هذا الشخص اللي هو النحات المعروف احمد البحراني، فجاء قال احنا لازم نسوي كاس ذا قيمه، وفكرت انه يكون الكاس هيك قيمته تقريبا 20,000 دولار. فقال يعني احنا ما وافقنا، لا اني ولا دكتور فائز ولا دكتور مهند، قلنا شنو قيمه يعني احنا نعطي هيك مبلغ على كاس ويروح. قال بعدين لا يرجع لنا وبعدين نسوي كوبي، والكوبي ندفع عليه بعدهم ما اعرف قد مبلغ وقتها. احنا حقيقه ما مقتنعين، وحتى القاعدين مثلا. ليش ما مقتنعين؟ ما مقتنعين لان احنا بعدنا ما وصلنا هاي المرحله انه مثلا النادي يعني هسه يقول لك انا رتسوي الدليل هسه النفط انتم ما قبلتوا. لا لا الدليل هسه النفط ما رجع للكاس، وسوى له كتاب بس هو ما رجع الكاس، والدليل اخذ ليش ما رجع الدفاع الجوي الاتحاد والى مركزيه والى سلطه. زين هسه انتم ليش ما تسالون ليش الدفاع الجوي اخذ كاس محلي وكاس يعني قيمته يمكن 30,000 دينار، مع انه هي الانديه دا تدفع مليارات حقيقه بالدوري الممتاز، دا تدفع مليارات، يعني ما معقول يكون تتويج ماله بهالشكل هذا. فالكاس صار بهالصيغه، لا صار عليه كوبي ولا اصلا رجع الكاس حتى احنا نقدمه بما يستحقه. يعني والله يعني تحيه تقدير واحترام لكل فرق الدوري خاصه ببغداد اللي هم دجله، الحشد الشعبي، الدفاع الجوي، الشرطه، انديتنا الكهرباء، انديتنا النفط، يعني لها التقدير والاحترام، لازم بالمقابل احنا نقدم لها كل المسانده، كل التقدير على جهودها، يعني تعب من الانديه، تعب من مدربيها، من اداريها، من المسؤولين عنها، هي اللي تنجح كره السله، احنا وزننا صاير بهاي الانديه. زين.